هل بين المسلمين خلاف في أن المهدي من عترة النبي ومن نسل فاطمة؟ هو مسلم لعموم الأحاديث الواردة في المعنى بمجملها بشواهدها وصحيحها أن المهدي سيكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الواضح والمتفق بين المسلمين أن المهدي من عترتي من ولدي فاطمة، وولد فاطمة من علي عليه السلام، بدءا من علي، ثم تستمر هذه الوراثة في الذرية الحسينية. إمام يعين ويشخص الإمام الذي يأتي بعده، إلى أن تصل المسألة إلى الإمام الحسن العسكري الذي هو الحادي عشر من أئمة أهل البيت، وولد له ولد وهو الإمام محمد ابن الحسن العسكري، كما ورد في الحديث الصحيح أنه يواطئ اسمه اسمي، أو أن اسمه اسم نبيٍ.